خلينا بقى ننتقل كمان لمحافظة قنا مع زميلنا عبد الرحمن القرشي، وحضور يعني ملفت كمان لأصحاب الهمم. إليك عبد الرحمن. كويسة كده؟ صباح الخير على الزملاء بالاستوديو، صباح الخير على السادة المشاهدين. ما زلنا نتابع سير عملية التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ من محافظة قنا، والتي تشهد إقبالا متزايدا على مدار الساعة. ويسعدنا أن نلتقي مع عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم، وبالتأكيد سنجري معهم اللقاء عبر مترجم الإشارة الخاص بهم. بنرحب بكم في البداية جميعا، ولو تسألهم يا أستاذ محمد عن انطباعهم عن العملية الانتخابية. ويقول بالنسبة للحكومة المصرية يعني موفرة لهم مجريات كويسة للصم والمعيداهم ومساعداهم، وأن هم يعني الصم والمكفين وذوي الاحتياجات الخاصة موفرة لهم يعني ما شاء الله يعني إجراءات كويسة ممتازة جدا، 100% يعني الإجراءات تمام. وهو رأي مبسوط بالدور القضاء، يعني القضاء متعاونين ومسهل لهم في اللجان مساعدات قوية، وبيقول لهم شكرا جزيلا لكل المنشارك من القضاء والمشرفين على اللجان يعني. طيب ما دلالة الحضور المميز لذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاقات الانتخابية؟ هو بيقول الأعمال الانتخابية هنا ما شاء الله، ووزارة الداخلية ما شاء الله يعني بتساعدهم في التنظيم هنا، وشكر ليهم يعني موصول لكل القيادات اللي ساعدت في سير العملية الانتخابية. طيب ايه رسالتهم للمواطنين الذين قد يتكسلون عن المشاركة في العملية الانتخابية؟ هي بتقول لي طبعا الصم ما يتكسلوش عن العملية الانتخابية، ولازم يجوا ويشاركوا، لازم يجوا ويشاركوا عشان خاطر العملية الانتخابية يعني ممتازة وزي الفل، وهنا موفر لهم كافة الإجراءات في سهولة ويسر، يعني بيأدوا صوتهم بيأدوه بسهولة يعني. هي عشان ما تبقاش زعلانة مش عايز الناس تنفض، ولازم تاجوا كلكم ياجوا يشاركوا في العملية الانتخابية باستمرار يشاركوا. ختاما بنشكركم شكرا جزيلا، وعودة إلى الزملاء بالاستوديو مرة أخرى. بشكرك زميلي من قنا عبد الرحمن القرشي، وفي الحقيقة يعني مشهد معبر، مشهد لي يعني احنا فخورين بأبناء مصر الشجعان، يعني يمكن ما بنتعودش ان احنا نشوف التركيز على مشاركة أصحاب الهمة.